في خطوه لتطوير المزيد من الاسلحه بمنأ عن الولايات المتحده اعطت حكومات دول الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر لبدء 13 مشروعا دفاعيا جديدا ووفقا لخطط وافق عليها وزراء الدفاع في دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل سيبدا العمل على بناء سفينه دوريه جديده وسلاح تشويش الكتروني للطائرات وتقنيه لتتبع الصواريخ البالستيه ويجري حاليا العمل على نحو 47 مشروعا دفاعيا مشتركا بين دول الاتحاد الأوروبي بعد التوقيع على اتفاق بين فرنسا وألمانيا و23 من حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في أواخر عام 2017 بشأن تمويل وتطوير ونشر قوات مسلحة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من هذا التكتل وأوضحت فيديريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه سيجري التركيز خلال الأشهر المقبلة على تنفيذ هذه المشروعات الدفاعية المشتركة وضمان تحقيق اهدافها on their purpose. واستغرق التفاوض حول هذه المشروعات عده اشهر لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد قبل ايام الرغبه في تعميق التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الاوروبي حين قال ان حلف شمال الاطلسي الذي تقوده الولايات المتحده يحتضر ويمكن وضع اي اسلحه بريه او بحريه او جويه جديده، وكذلك تلك المتعلقه بالفضاء الالكتروني تحت تصرف حلف شمال الاطلسي، لكن تشكيك الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اهميه الحلف اعطى قوه دفع لجهود الدفاع الاوروبيه، ورغم ان 22 دوله اعضاء في الاتحاد الاوروبي شركاء في حلف الاطلسي فإن الاتحاد الأوروبي يأمل في إنشاء صندوق لتمويل الأسلحة بقيمة عدة مليارات من اليورو بدءًا من عام 2021، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتصميم وبناء دبابات وسفن وتقنيات جديدة.